السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عمار شعيب صالح من صف الخامس شرف من مدرسة مدينة الإسلامية الابتدائية دومية سانج كاتوليك. سأقرأ لكم من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صدق الله العلي العظيم.